تقول لندن إن الغرض من استضافتها لاجتماع أصدقاء سوريا هو إقناع المعارضة بحضور مؤتمر جنيف 2 باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية، مع التأكيد على الاستمرار في دعم المعارضة المعتدلة. لكنه هدف يعرف كل هؤلاء الوزراء مدى صعوبته في ظل الخلافات داخل صفوف المعارضة والانفصال التام بين الحركات المسلحة في الداخل والائتلاف الوطني المعارض. هل يمكن أن تتضمن الحكومة الانتقالية الرئيس الأسد أم يجب استبعاده منها؟ وهذا هو الموقف البريطاني، لكن روسيا وإيران وسوريا تؤكد أنه يمكن أن يشارك فيها، وما لم يتم حل ذلك فلا معنى لجنيف 2. بل أن الأسد استبق الاجتماع بتصريح عن احتمال بقائه حتى بعد عام 2014، أمر ردت عليه المعارضة على الفور برفضها المشاركة في أي مؤتمر لا يضمن رحيل الأسد. وزارة الخارجية البريطانية إذن تستضيف مؤتمراً يناقش قضايا صعبة ويحاول الإجابة على أسئلة عسيرة، لكن هذه الإجابة قد تحمل في طياتها أيضاً الإجابة على سؤالين مهمين: هل يمكن عقد مؤتمر جنيف 2؟ وما هي فرص نجاحه في حسم الصراع الذي تعاني منه سوريا على مدى 3 سنوات؟ لكن هذه الإجابات ما زالت بعيدة على ما يبدو عن التحقق، فاجتماع أصدقاء سوريا في لندن لم يقدم إلا مواقف معروفة ومتفقا عليها. لن تنتهي هذه الحرب في ميدان القتال، ولكنها ستنتهي عبر تسوية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض. ويبقى القاسم المشترك الأكبر بين الأطراف كافة هو ضرورة انعقاد المؤتمر بصرف النظر عن نتائجه. ندعو الائتلاف الوطني أن يلزم نفسه بشكل كامل لمؤتمر جنيف 2 وأن يشارك بفاعلية في أي وفد معارض يشارك فيه. دعوات وإن كانت المعارضة تقبلها، لكنها تضع شروطاً لن تتنازل عنها أبداً. لا تفاوض من جهتنا إلا انطلاقاً من ثابتة انتقال السلطة بكل مكوناتها وأجهزتها ومؤسساتها. وتبقى الأوضاع في سوريا بانتظار ما ستسفر عنه هذه الشروط المتبادلة بين الجانبين. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.